في ميدان الشحانية، ميدان التحدي. نرحب بكم على الهواء مباشرة على قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا الحدث الكبير ولهذه السباقات التي تكون هنا دائما وحاضرة على أرضية ميدان الشحانية. أهلا ومرحبا بالجميع. هذه هي أمسيات وتحديات هذه الأشواط العامة، بدأناها وها نحن نصل وإياكم إلى شوطنا السادس. نهني جميع الأخوة الفائزين معنا في الأشواط الماضية، وهذه هي انطلاقة شوطنا السادس بتوفيق من الله وأيضا بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. نبدأ مشاهدين الكرام مع هذا الشوط السادس ونتعرف على هذه المراكز الخمسة الأولى المسموح لنا بالنداء لها والإداعة عليها. نبدأ مع المركز الأول الكوس. الكوس من يحتل المركز الأول في هذا الشوط السادس المخصص للحقايق القعدان. تعود ملكية الكوس لحمد بن سالم بن سعد النابت المري. ننتقل للمركز الثاني ومن يتواجد على ثاني المراكز من الجانب الأيمن، الوصول من الريان على شاشة قناة الريان بثا حيا مباشرا، مبارك بن عبد الله بن غنيم آل دواس الدوسري. من يمتلك الريان؟ من يحتل المركز الثاني؟ غير واحتل المركز الأول. ننتقل للمركز الثالث، الوصول والتقدم من الدرع، راشد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي. من يحتل للمركز الثالث؟ ننتقل للمركز الرابع، الوصول والتقدم هنا من جلمود علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري. أما المركز الرابع فهو هنا المركز الخامس، يتقدم هنا الجذاب لصالح بن مسفر بن صالح آل سفران. هذا هو ندانا الأول للمراكز الخمسة الأولى، أتممناه على مسامعكم وعلى حضراتكم. نعود إلى مقدمة هذا الشوط. انتصفت مسافتنا المقررة من اللجنة المنظمة لسباق الهجن لهذا السن. نعم نصل وإياكم إلى 2 كيلومترات والبداية والمقدمة. معاك يا الدوسري، معاك يا بن دواس، مبارك بن عبد الله بن غريم آل دواس الدوسري مع الريان، مع الريان هنا مع المقدمة والصدارة. بينما يصل هنا على المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم الكوس لحمد بن سالم بن سعيد آل نابت. وننتقل للمركز الثاني، الوصول هنا من الدرع، تعود ملكيته لراشد بن دايل بن سيف بن دايل النعيمي. من يأتي هنا مع الدرع مع المركز الثالث؟ رابعا الوصول والتقدم هنا من جلمود علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المري. والمركز الخامس شوف الوصول في أول بأول نداء في هذه اللحظات لعز الجيش سالم بن فهيد بن براك بن فهيد. من يأتي ويحتل المركز الخامس؟ هذه نتيجتنا. نعود إلى مقدمة الشوط، نصل وإياكم مشاهدينا الأفاضل أيها الإخوة إلى لائحة 1200 متر الأخيرة. يا من يريد الناموس، يا من يريد نقطة في هذا المحلي السادس في هذا السباق. نعم أيها الإخوة، ومع مرحلتنا الأولى فليلحق بركب المقدمة، يلحق هنا بركب المقدمة. معاك يا بن دواس الأخير، الكيلو الأخير، الصدارة مشاهدين الكرام مع الريان، مع الريان. شوف القدوم، شوف الوصول في هذه اللحظة. عز الجيش يصل، عز الجيش رافع راية التهديد يا بن دواس هنا على مستوى المركز الثاني. الوصول هنا مع سالم بن فهيد بن براك بن فهيد، وعلى المركز الثالث يصل الكوس لحمد بن سالم بن سعد النابت. المركز الرابع يصل هنا جلمود علي بن عبد الهادي بن سالم بن تويب. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الدوسري. الدوسري معاك يا راع الريان، معاك يا راع الريان. الله على شاشة الريان، ننقل لك السلامات ولكن للحديث بقية. الله يا سلام يا سلام يا سلام. شوفوا شوف التغيير، شوف الأمور اللي اختلط بعضها ببعض. هنا 300 متر الأخيرة ترحب بقدوم عز الجيش. معاك يا بن براك سالم بن فهيد بن براك بن فهيد. الله يا الزبداني، الله
هذا هو عز الجيش ينطلق بسرعة كبيرة هنا نحو المقدمة ونحو خط النهاية. هذه هي المئة متر الأخيرة ترحب بقدومه ووصوله ونقول سلام يا عز الجيش، سلام سلام يا بن براك، سلامنا وتحياتنا لمالك عز الجيش سالم بن فهيد بن براك بن فهيد البري المركز الثاني. يصل جلمود لعلي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المركز الثالث. يصل الريان لمبارك بن عبد الله بن غنيم آل دواس الدوسري أم المركز الرابع. المركز الرابع يصل الكوس لحمد بن سالم بن سعد النابت المري. المركز الخامس يصل الحذر لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان. هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل لهذا الشوط. حضر هنا عز الجيش قاطع مسافة هذا الشوط متوجا بناموس الشوط بكل جدارة واستحقاق، قاطع المسافة في 5 دقائق 55 ثانية 41 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك عز الجيش سالم بن فهيد بن براك بن فهيد مال زبدان البري أما المركز الثاني. 5 دقائق 55 ثانية 91 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت جلمود. تهانينا لعلي بن عبد الهادي بن سالم بن تويم المركز الثالث. يصل الريان يقطع المسافة في 5 دقائق 57 ثانية 92 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الريان مبارك بن عبد الله بن غنيم الدو